إن النضال هو تحمل المسؤولية والقدرة على تحمل التضحية. وقال حشيد العظيم الذي قال أحبك يا شعب إن التضحية أساس النجاح، ولا يمكن انطلاقا من هذا الذات النضالي وهذا التراث الوطني الزاخر إلا أن نكون مؤمنون ومتشبثون بقولة الزعيم خالد الذكر إن الانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل شرف لا يشعر به إلا الذين ينحازون إلى هذا الوطن. وأنتم انحزتم اليوم والأمس وغدا لأن ولاها هو مصلحة تونس وسيادة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل هو الخيمة الوطنية التي فيها الضمانة الثابتة لكل عزمنا لحماية السيادة الوطنية والكرامة الوطنية. فألف شكر لكم إخوتي وأحبتي هذه الجهة المناضلة، وعهدا لن نقوله بأننا مهما كانت التضحيات والصعاب سنكون ثابتين على ما بدأنا، سنكون منحازين إليكم دون سواكم لأن قراراتكم ومصالحكم ملزمة لنا، وسوف نكون أوفياء في ترجمتها إلى حقيقة ملموسة يتمتع بثمارها كل الشرفاء الأحرار. عاش تونس، عاش الاتحاد، عاش الفلسطينيين، عاشت المقاومة، عاش النضال الوطني والاجتماعي من كل أحرار تونس. الاتحاد لن يتزعزع، الاتحاد لن تعثر فيه. هذه الأجمال.